عاصفة ترابية في مصر بلغت السرعة الرياح فيها 40 عقدة أدت إلى جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس وتوقف حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. سفينة الحاويات البنامية Ever Given جنحت بالكيلو 151 خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين إلى روتردام هولندية. وفق رئيس هيئة قناة السويس تبلغ حمولة سفينة الحاويات البنامية التي يبلغ طولها 400 متر قرابة 223 ألف طن. إذن نتيجة لسوء الأحوال الجوية جنحت السفينة ودخلت كاسحة الثلج الخاصة بها داخل الرمال واندفعت كميات من المياه بداخل السفينة، وعلى ذلك توقفت كل مراكب القافلة خلفها. أكد مسؤولون في هيئة القناة أن الحركة الملاحية كانت تسير بشكل طبيعي في قناة السويس شمالا وجنوبا حتى صباح أمس حتى وقوع الحادث. الحادث لم يغلق حركة العبور تماما، حيث أن وقع في القناة الجديدة التي تعطلت فيها حركة الملاحة، فيما بقيت الحركة بشكل طبيعي تعمل من الشمال حتى البحيرات فقط ومتوقفة من الجهة الجنوبية. حل هذه الأزمة بدأ بقيام عدد من الرافعات الثقيلة بتصفية الرمال حول كاسحة الثلج الخاصة بالسفينة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تخفيف حمولة المركب إلى أن تكون المرحلة الأخيرة محاولة تحريك المركب في المجرى الملاحي. تعد قناة السويس إحدى أهم المجاري البحرية في العالم، وهي ممر مائي صناعي ازدواجي المرور في مصر يبلغ طولها 193 كيلومتراً تصل بين البحرين المتوسط والأحمر. تنقسم القناة طوليا إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات، وعرضيا إلى ممرين في أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا. بلغت إيرادات القناة العام الماضي نحو 6 مليارات دولار. يمر عبر القناة ما بين 8% إلى 12% من حجم التجارة العالمية.